خرب ما استجحنا من الإنسان بدورنا. بالتالي لم أكن خادعا لمذاق صحفي. عادة يعني المسرح تنشوفوا غير فوق الخشبة، ولكن سي الوجاج الآن مشيت للتأليف المسرحي اللي هو قليل على المستوى الوطني، كيفاش هاد القفزة هذه؟ في الواقع كان انخراطي في الكتابة المسرحية على وجهتين، كنت أسعى إلى تأليف نصوص تشخص على الخشبات، وفي نفس الوقت كنت منخرطا في التفكير النقدي حول المسرح، حول تاريخ المسرح، حول كل الجوانب التي تهم الوعي النقدي المسرحي في بلادنا. الكتاب الحالي، هذا الكتاب الذي نحتفي به اليوم، هو ثمرة هذا الاشتغال المزدوج بين ما هو إبداعي وما هو نقدي، ومن ثم فيشكل بالنسبة لي لحظة أولى هي تتبع المسرحيات من حيث الإخراج والكتابة في أعمال عدد من المبدعين، وضمنهم على سبيل المثال المخرج محمد الحر والمخرج أمين نسوب، وفي نفس الوقت أسائل تطورات الوعي النقدي المسرحي عند حسن المنيعي أستاذنا الراحل، وعند عبد الله العروي، وعند حوري حسين، بحيث كان هناك الهدف عندي هو أن أرصد تجربة التفكير النقدي المسرحي من مطلع الاستقلال إلى اليوم، فأخلص إلى عدد من الثوابت والمتغيرات التي تسم هذا المنجز النقدي. فبشكل عام هذا هو الإطار الذي يؤطر الكتاب الجديد. بالنسبة للتأليف المسرحي، هو كما قلت في السؤال ديالي الأول هو قليل جدا، واش تعتبر بأننا يعني هذه بداية من أجل إنجاز مجموعة من المؤلفات على مستوى التأليف المسرحي يعني الكتاب؟ لا، أنا بالنسبة لي هذا هو الإصدار التاسع في مسيرتي في الكتابة والنقد. كان أول كتاب صدر لي سنة 1991 ظلال النص، ومن ثم ظل دائما التزاوج ما بين النصوص أؤلفها للمسرح، وضمنها نصوص قدمتها لي فرقة مسرح اليوم بإدارة الراحلة توريا جبران وإخراج محمد عبد الواحد عزري، وفي نفس الوقت أكتب وأحاول أن يكون لي إسهام في الخطاب النقدي. سي حسن، أول قراءتك للمؤلف الجديد تاع السي البجاجي؟ وأنا قبل الحديث على المؤلف، أنا بغيت ننتهز هذه الفرصة أولا باش نهضر على هذه الحاجة الملحة للتنشيط الثقافي في مدينة الدار البيضاء اللي افتقدناه يعني هاد السنوات الأخيرة، وبغينا من خلال هاد البداية ديال هاد النشاط هذا أننا نخلقوا واحد الفعل ثقافي جديد يعني متنوع في مجال الثقافي، يعني سواء في المسرح أو في الكتاب أو في السينما أو في مجموعة من المجالات الثقافية والفنية. وهذه مناسبة للدعوة لجميع الفاعلين الثقافيين باش نحاولوا أننا نلتفوا حول هاد المبادرة أو مبادرات مماثلة إن شاء الله اللي يمكن لها تغني الحياة الثقافية بلادنا. فيما يتعلق بهذا الكتاب، هو مبادرة ديال السي محمد بهجاجي بإشراف المركز الدولي لدراسة الفرجة اللي كيرأسه الدكتور خالد أمين، كيجي كمحاولة لقراءة في بعض التجارب المسرحية لمؤلفين مغاربة، يعني خصوصا أصحاب التجارب الجديدة أو ما يسمى بالحساسيات الجديدة اللي الآن هي اللي عاطية المسرح المغربي واحد القلق، واحد توهج. فكيجي هذا الكتاب باش يسلط الضوء على هذه التجارب هذه، وعلى المخرجين الشباب اللي هما منهم أمين ناسور، منهم محمد الحور، ومنهم مخرجين آخرين، بحيث أنه بهجاجي كيحاول يدير واحد
المقاربه نقديه لهاد التجارب، ويحاول يقربها من المتلقي، سواء المتلقي العادي او المتلقي المتتبع للحركه المسرحيه في بلادنا. سيد الشين سي البجاجي، يعني فتح واحد الباب تاع التاليف المسرحي، هذا التاليف اللي هو قليل على المستوى الوطني، يعني شنو القراءه ديالك لهذا العمل تاع سي البجاجي؟ طبعا هو اهم شيء كما اشرت انه مساله التاليف، اذا في المسرح دائما كنا نشاهد العروض فقط، الان هذه التجربه توثق، وهذا كان مهم وكانت حلقه مفقوده في السياق المسرحي. بالنسبه للكتاب الذي سنشتغل عليه اليوم، هو كتاب عبارة عن قراءة نقدية لمسارات مختلفة، حاول من خلالها الأستاذ محمد بهجاجي أن يستقرئ واقع المسرح في المغرب انطلاقا من نصوص سابقة، وركز على نص الأستاذ العروي، ثم تدرج عبر مراحل تطور المسرح المغربي. ما يثير في الكتاب أنه جمع بين الجانب التطبيقي والجانب النظري، بمعنى هناك قراءات نقدية تدخل بين قوسين في باب ما يسمى بنقد النقد، وهناك شق آخر تناول فيه قراءات تطبيقية لنصوص أو لعروض تمت مشاهدتها، وبالتالي دائما هذا النوع من التأليف هو الذي يقرب المتلقي المغربي من فهم آلية اشتغال العرض المسرحي، وهذه ثقافة الاشتغال التلقي كنا بحاجة إليها. إذا كتاب الأستاذ محمد بهجاجي يندرج ضمن هذا السياق، وهو سيؤسس إضافة إلى تجارب أخرى لبنة من لبنات مشروع قرائي نقدي يعين، أولا يعين على تربية المشاهدة، وما أحوجنا إلى ذلك.